طبعا بعد أن أسلم الملك آنذاك سلطان المالديف تقريبا 900 يعني 980 تقريبا ميلاد. طيب دكتور، متى دخل الإسلام إلى المالديف؟ لو تحدثنا حول فترة الانتقالة، يعني ما هو الدين السابق وكيف دخلوا، كم عدد المسلمين هنا في المالديف؟ المالديف دخل الإسلام ليس مرة واحدة وليس فجأة واحدة، وهناك روايات تقول مناطق الجنوب أسلمت، لكن الرواية متأكدة أن هناك شخص اسمه أبو البركات يوسف البربري، وهذه الروايات أيضا تذكر ابن بطوطة في كتابه. أبو البركات يوسف البربري ومن المغرب، عندما زار مالديف وجد يعني الناس يعبدون الأصنام، ثم هو بفضل الله عز وجل ثم بفضله أسلم السلطان آنذاك، وبعد أن أسلم غير اسمه إلى محمد بن عبد الله، وهذا كانت في سنة 548 هجريا.